بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نشوف كمان سؤال من أسئلة المقارنة. طبعا السؤال اللي راح أطرحه اليوم قارن بين الأسباب غير المباشرة للحرب العالمية الأولى والثانية. هذا السؤال كبير بحيث أنه لا يمكن يجي زي ما هو بهذا الشكل، الأسباب غير المباشرة للحرب الأولى والثانية، لكن أنا حبيت أدرجه بفيديو عشان تضل المعلومة موجودة عندي الآن، وأنا راح أعمل المقارنة، راح أورجيكم إيش ممكن يكون فعلا تيجي فقرات في الامتحان أو تيجي مقارنات صغيرة من ضمن هذه المقارنات الكبيرة اللي أنا بعملها. أولا الأسباب غير المباشرة للحرب العالمية الأولى، نيجي لهذه الفقرة كفقرة. ممكن يجي سؤال بالامتحان عدد دون شرح الأسباب غير المباشرة، زي لما نحكي بس العناوين الرئيسية: التنافس الاستعماري بعد الثورة الصناعية، تنامي الروح القومية، التحالفات العسكرية، هزيمة فرنسا في حربها. الآن هذه الفقرة ككل ممكن يجي عليها أسئلة مقارنة، كمثلا قارني بين التحالفات العسكرية التي ظهرت قبيل الحرب العالمية الأولى، لعصبة الأباطرة، التحالف الثلاثي، الوفاق الثلاثي. لكن بالصيغة اللي شايفينها على الشاشة لا يمكن يجي سؤال بهذا الكم أو بهذا الحجم الكبير. ممكن يجي فقرات من هان وفقرات من الجزء الثاني للحرب العالمية، لكن أنا زي ما حكيت حبيت أدرجها كلها بفيديو واحد عشان تضلها معلومة كاملة للطالب. التنافس الاستعماري، هذا التنافس ظهر بعد الثورة الصناعية في أي مناطق بريطانيا وفرنسا، وهي مذكور في 2020، من أجل تحويلها لمزود للمواد الخام. يعني بريطانيا وفرنسا لما تيجي تحتل مناطق زي مصر وسوريا ولبنان تتحولها مزود للمواد الخام، أيضا تتحولها أسواق استهلاكية للفائض. يعني بعد ما صار في عندها ثورة صناعية وزاد إنتاجها بدها أسواق، بدها مواد خام وبدها أسواق. هذا واحد. اثنين، تنامي الروح القومية. من حد ما نشوف فكرة قومية يعني تعني الاستقلال عن الإمبراطوريات، خاصة لدى الشعوب الخاضعة للإمبراطورية العثمانية والنمساوية، فأخذت تنادي بالاستقلال. إذن كلمة تنامي الروح القومية على طول يبادر بذهننا كلمة الاستقلال. التحالفات العسكرية، التحالفات العسكرية التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر في أوروبا، هذه التحالفات كانت إلها دور في التنافس، فظهرت عنا عصبة الأباطرة الثلاثة، إن شاء الله حعمل فيديو عليها لحالها، بين ألمانيا والنمسا وروسيا 1873، والتحالف الثلاثي بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا 1882، والوفاق الثلاثي بين روسيا وفرنسا وبريطانيا 1907. ممكن هذه تيجي اختاري، يعني عصبة الأباطرة الثلاثة تتكون من، يعطيك خيارات، عصبة الأباطرة الثلاثة تكونت عام كذا، بيعطيك خيار للسنة. طيب الآن الوفاق الثلاثي عندما تكون من روسيا فرنسا وبريطانيا بهدف تقديم الدعم المتبادل في حال قيام حرب ما بينهم. آخر شيء هزيمة فرنسا في حربها مع بروسيا عام 1870، فرضت بروسيا على فرنسا شروط مهينة، فرنسا نتيجة لذلك أرادت أن تستعيد كرامتها، فنتج عن ذلك سباق تسلح بين الدولتين، وكل دولة عملت على مضاعفة قوتها العسكرية. الآن أنا اللي حكيته كله تحت عنوان الأسباب غير المباشرة للحرب الأولى. الأسباب غير المباشرة للحرب الثانية، إحنا زي ما حكينا هان فرضت في الحرب الأولى من النتائج يعني مؤتمرات واتفاقيات وبنود. هذه الاتفاقيات بالنسبة للدول المهزومة كانت اتفاقيات مهينة غير منصفة، فمعاهدة فرساي كانت غير مرضية لألمانيا. لماذا؟ وهي سؤال في الكتاب، لأنها مزقت ألمانيا، حددت عدد الجيش الألماني ب100,000، سلبتها أراضيها وأجبرتها على التنازل عن حقوقها. هاي واحدة. اثنين، النقطة الثانية، تعرض العالم لأزمة اقتصادية. تمام، هان في عنا حاجة اسمها تنافس استعماري وثورة صناعية، وهان في عنا أزمة اقتصادية عرفت باسم الكساد العظيم. ممكن يطرح عليك سؤال بالامتحان ويحكي لك ما الأزمة الاقتصادية قبل الحرب العالمية الثانية عرفت باسم الكساد العظيم. تمام، ما
متى بلغت ذروتها عام 1932؟ إلى ماذا أدت؟ انهيار الإنتاج، ما ضل في إنتاج، فش إنتاج، إذن إفلاس المؤسسات المالية، إنتاج ما في، مؤسسات مفلسة، إذن الدول بدها تلجأ لحماية إنتاجها، فراحت طبقت حماية جمركية بفرض ضرائب على السلع المستوردة، يعني السلع اللي بتيجي من فرنسا بريطانيا فرضت عليها ضرائب، اللي بتيجي من النمسا بريطانيا فرضت عليها الضرائب، فبالتالي ما صار في تبادل تجاري، قلل حجم التبادل التجاري وازدادت البطالة. فالحل الوحيد كان لحل هاي الأزمة وتبادل السلع هو إنها تدخل في حرب، وبالتالي يتم تصريف الإنتاج. ممكن هذه الفقرة تيجي سؤال بمفردها لحالها، اذكري دور الأزمة الاقتصادية في اندلاع الحرب العالمية الثانية كسبب غير مباشر. طيب، صعود أنظمة ديكتاتورية قبل الحرب العالمية الأولى. الآن إحنا حكينا إنه العالم كله كان بأزمة اقتصادية، الآن ظهرت عنا أنظمة ديكتاتورية ولكنها وعدت بحل المشكلات، زي كأنه يجيك شخص يقولك أنا عندي قدرة على إني أحل كل مشكلاتك الاقتصادية، إذا أنا أو أنت كشخص حتميل لأي إنسان الديكتاتوري، حتى ديكتاتوري عنده قدرة على حل أزمتنا أو ديمقراطي ما عنده قدرة على حل الأزمة، أكيد راح نميل للإنسان اللي عنده حل قدرة على حل الأزمة. وبالتالي من هان ظهرت الديكتاتوريات كألمانيا وإيطاليا وإسبانيا واليابان. وممكن تيجي على سؤال اختر، هتلر سعى للتخلص من معاهدات فرساي والتحالفات الدفاعية، زي ما في الأسباب غير المباشرة تحالفات، أيضا في عندي تحالفات دفاعية. في 1935 هتلر اتخذ قرار وهو تسليح ألمانيا وعودة الخدمة العسكرية. ممكن يجي سؤال، ما القرار اللي اتخذه هتلر في 35؟ عودة التسلح والخدمة العسكرية. نتيجة لذلك فرنسا عقدت مع بريطانيا وروسيا اتفاق لدفع خطر ألمانيا، إذا ألمانيا تسلحت الأمر خطير، فراحت فرنسا وبريطانيا وروسيا ضد ألمانيا. نتيجة لذلك راحت ألمانيا، نهجت ألمانيا سياسة التحالفات العسكرية لكسر التحالفات الفرنسية البريطانية الروسية، فدخلت الديكتاتوريات في تحالف واحد، ألمانيا إيطاليا اليابان، وبالتالي انقسم العالم إلى قسمين. النقطة الثالثة اللي كانت من نتائج الحرب العالمية الأولى كانت سبب في حرب عالمية ثانية، وهي عصبة الأمم اللي أنشأوها عجزت عن تحقيق أهدافها لعدة أسباب، لم تستطع فرض السلام، لم تستطع منع التسلح والتحالفات، عدم امتلاكها القوة، لم تستطع عدم امتلاكها القوة، يعني كانت ضعيفة. أكبر دليل على ذلك عندما احتلت اليابان منشوريا 1931 واحتلت إيطاليا لليبيا 1936. بهيك بكون انتهى إيطاليا عفوا لأثيوبيا وليست لليبيا، إيطاليا احتلت أثيوبيا وليست ليبيا، إذا أنا بدي أصلح هذه المعلومة اللي هي أثيوبيا 1936 احتلتها. فكانت طبعا هذه الأسباب للحرب العالمية الأولى مباشرة غير المباشرة والحرب العالمية الثانية. تحياتي لكم، مراجعة موفقة، أي سؤال يعني بيعجز عنه الطالب إن شاء الله ما في عجز عنده يدرجه بالتعليقات وأنا مستعدة للإجابة. تحياتي لكم معلمة المادة مهادي بسمور.